يعني واحنا بنتحدث كده عن الآثار المصرية وذكرياتنا مع زيارتنا للآثار المصرية والأماكن السياحية، خلينا نتكلم مع حضراتكم عن معابد مصر اللي بتستعيد ألوانها وبترجع بعقارب الزمن لأكثر من 3000 سنة، وده بيتم من خلال أيادي مرممين مصريين نجحوا خلال الأيام الأخيرة في الكشف عن ألوان عدد من المواقع الأثرية في سوهاج وقنا والأقصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من سعدي زكي، أستاذ سعدي زكي مدير عام ترميم أثار ومتاحف مصر العليا. صباح الخير على حضرتك، ولو تقولنا أهم المواقع الأثرية والمعابد اللي شهدت أعمال ترميم خلال الفترة الأخيرة. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. والله في الفترة الأخيرة دي يعني هناك طفرة كبيرة جدا في عمليات ترميم في مصر العليا وفي معظم أنحاء الجمهورية. وده بفضل رعاية المسؤولين يعني بداية من معالي الدكتور طبعا رئيس الوزراء ومعالي الوزير والامين العام دكتور مصطفى وزيري، فكلهم يعني بيتابعوا هذه العمليه وبيسندوا عمليات الترميم في معظم المناطق. فكما اعلنت الوزاره عن عده مناطق في صعيد مصر، منها اللي هي مثلا في معبد ابي دوس اللي هي مقصوره راع امون، في معبد سيدي الاول، ودي تم الانتهاء منها كما اعلن الدكتور مصطفى وزيري. وكل الاعمال طبعا بتبقى بيد مصريه خالصه بدون استعانه باي جهه اجنبيه، سواء من مرممين او توفير مواد، كله من يعني توفير الهيئه اللي بتوفر لنا كل حاجه، والمرممين هم اللي بيقوموا بهذه الاعمال. طبعا لو دخلنا في عمليات الترميم، طبعا عمليات الترميم بتبقى بايد مصريين مهرب مرممين على خبره عاليه جدا في عمليات الترميم، وبيبداوا في عمليات الترميم بداية من العمليات التوثيق، وده في توثيق المظاهر الثلاث اللي هي موجوده على السطح، سواء بالتوثيق الفوتوغرافي صور فوتوغرافيه او عن طريق الانتوكات او عن طريق الفوتوشوب، يعني كل ده بهذه الاساليب بيتبعوها في عمليات التوثيق، ودي مهمه جدا في عمليات بدايه في بدء عمليه قبل بدء عمليات الترميم، وبعد كده بتبدا عمليات الترميم المختلفه بدءا من التنظيف الميكانيكي لازاله الاتربه والاتساخات الموجوده على السطح، وبعد كده بينتقلوا الى ازاله لو كان في مونة قديمه. طبعا المونة القديمه مصنوعه من الاسمنت الاسود، وده شديد الصلابه بيبقى يعني بيضر بالاثر، بيبقى له اضرار كثيره جدا على الاثر. وبعد كده بتبدا عمليات الترميم الكيميائي، وده لاظهار الالوان بتستخدم فيه اللي هي مواد كيميائيه تم اختبارها قبل كده و الثبات عليها، وثبت انها لا تؤثر على الالوان، سواء بالنسبه للتركيز او بالنسبه للوقت الزمني اللي بتستغرقه الكماده على الاثر، ودي بالنسبه للاعمال الترميم الكيميائي. وبعد كده بتبدا لو هناك بعض الاجزاء المنفصله بيتم حقنها ايضا بمواد متعارف عليها في عمليات الملف. هذه المواد بقى استاذ سعدي، انا سؤالي عن هذه المواد التي تستخدم في عمليه الترميم، ازاي بنحصل عليها مواد تتوافق مع الماده المصنوع منها القطع الاثريه ولا تضر بها وفي نفس الوقت تساعدنا على استعاده شكلها الجمالي مره ثانيه؟ بقول زي ما انا قلت لحضرتك، دي بتبقى مواد تم اختبارها قبل ذلك، يعني مواد كيميائيه تم الاختبار وتم يعني اختبارها قبل ذلك وظهر او ثبت انها امنه جدا بالنسبه لوضعها على الالوان لازاله مثلا طبقات السناج. وبالفعل يعني حددنا من خلال التستات التي حصلت او الاختبارات مدى يعني زي ما قلت لحضرتك اللي هو الفتره الزمنيه اللي هي بتستغرقها الكماده على الموضع الذي فيه بعض الاتساخات او السناج. وقبل أستاذ سعدي، سمعنا يا فندم؟ طيب، على ما يبدو فقدنا الاتصال. على كل بنشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه الإضافات والمعلومات ومجهود كبير زي ما سمعنا من الأستاذ سعدي حتى تعود معابدنا مرة أخرى إلى
ألوانها الطبيعية اللي كانت عليها، وكل ده المهم إن هو بأيادي مرممين مصريين. اللي راح معبد دندرة عارف كويس قوي الألوان كانت عاملة إزاي، ومع مرور الزمن اتأثرت بشكل كبير جدا، لكن دي صورة معبد دندرة، لكن رجعت مرة تانية إلى حالتها الطبيعية بفضل المرممين الأثريين المصريين.